ثم يغسل يديه إلى مع مرفقيه ثلاثا، يغسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق ومع المرفق، يغسلها مع المرفق كاملة. لو بدأ من أطراف الأصابع هكذا وغسل صحة، ولو بدأ من هنا صحة، يعني إما يفعل هكذا وإما يفعل هكذا، كله جائز إن شاء الله تعالى. المهم أن يغسل يديه كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل في الغسل، فيغسل يديه كاملة اليمنى واليسرى.